السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. تحركات ميدانية للقوات الأمريكية شمال شرق سوريا عقب لقاء أردوغان وجو بايدن مؤخرا في روما. تزايد أعداد مرضى الصحة النفسية وسط حاجة ملحة لمراكز وعيادات الدعم النفسي في ريف إدلب. والمكتب الطبي في معبر باب الهوى يعلن استئناف العمل بنظام العلاج المجاني للسوريين الوافدين إلى تركيا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الجيش الأمريكي والتحالف الدولي قاما بسلسلة تحركات ميدانية شمال شرق سوريا ترمي إلى ردع كل من تركيا التي تخطط لشن عملية عسكرية، وإيران التي اتهمتها واشنطن بالهجوم بمسيرات على قاعدة أمريكية في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أفادت بدخول أول قافلة للتحالف الدولي لدعم قوات سوريا الديمقراطية بعد اللقاء الأخير الذي جمع بين رئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأمريكي جو بايدن في روما وسط توعدات تركية بشن عملية عسكرية ضد قسد شرق الفرات. أعرب المجلس الوطني الكردي في سوريا عن اعتقاده بأن روسيا والنظام لن يقفا إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في حال شنت تركيا عملية عسكرية في شمال وشرق سوريا. وقال رئيس ممثلية المجلس في إقليم شمال العراق نواف رشيد إن روسيا ستدفع باتجاه إبعاد قسد من مناطق التماس مع القوات التركية لصالح قوات النظام في حال حصول توافق مع واشنطن لسد الذرائع التركية كي لا تسيطر على مناطق جديدة في سوريا على حد قوله. ينضم إلينا العقيد أحمد الحمادي محلل عسكري من اسطنبول. مرحبا بك سيادة العقيد. برأيك هل من الممكن أن تقف أمريكا ضد العملية التركية المحتملة؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. بالطبع تركيا هي تقف منذ عدة سنوات إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية، تغذيها بالمال والسلاح وتؤمن لها كل وسائل الاعتداءات على الجانب التركي وعلى الجيش الوطني وعلى المدن في تلك المنطقة، والمعروف بأن قوات قسد ومسد وكل هذه التسميات تنهل من معين جبال قنديل ومن البيكيكي. فقوات قسد التي تقدم للولايات المتحدة ذريعة من أجل محاربة الإرهاب وداعش وغير داعش، ولكن بالتالي تشكل الولايات المتحدة والتحالف الدولي اللذين يدعمان قوات قسد. هنا السؤال سيادة العقيد، إلى أي حد يمكن أن تدعم الولايات المتحدة قسد ضد العملية التركية كما تحدثت أنها ربما تدعم؟ هل ممكن أن يتحول هذا الوقوف إلى صدام عسكري في المنطقة برأيك مثلا؟ لا أتوقع بأن وسائل الصراع في هذه المنطقة تكون عسكرية في حال شنت التركية يعني عملية عسكرية ضد قسد التي ترتكب المجازر وترتكب الاعتداءات على الحدود وتهدد الواقع السوري والواقع التركي من خلال طرح مشروع انفصالي في هذه المنطقة. ولكن الولايات المتحدة ولو عدنا إلى الوراء عندما كانت هناك عملية نبع السلام في تل أبيض ورأس العين، رأينا بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات وأتت إلى تركيا من أجل التباحث في شأن وقف العملية. مفهوم سيادة العقيد. نعم. بالنسبة لروسيا، بالنسبة لروسيا التي هي متواجدة أيضا في ذات المعادلة بالنسبة لقسد والتي ربما تزوج بها قسد من خلال تواصلاتها في الفترة الأخيرة، هل روسيا تحاول إيقاف العملية وكسب نقاط جديدة للنظام برأيك؟ روسيا التي تحاول أن تخوف قسد بالعملية العسكرية التركية وتمنع هذه العملية، بالأمس رأينا هناك أعلام في منطقة عين عيسى
وبأن روسيا هي بالتالي هي من دعمت قوات قسد في منطقة تل رفعت وفي باقي المناطق حتى الآن، ولكن تريد من خلال كل هذه الأعمال هي تحريك قسد بالنسبة للتوجه بالنسبة للنظام والارتماء في أحضان النظام، وبالتالي تسيطر على النفط وعلى المناطق في تلك المنطقة من أجل بسط سيطرة النظام وبالتالي النفوذ الاقتصادي والعسكري وغير ذلك في الروسي. روسيا اليوم تنشر قوات في مطار القامشلي وتسير دوريات، ورأينا بأن عين عيسى وغيرها وصلت قواتها، هناك عناصر روسية ونظام في منطقة منبج ومنطقة عين العرب. إذن روسيا متواجدة كذلك لتحصد حصيلة ما يتم في هذه المنطقة، وبالتالي تريد أن تبتز الجانب التركي بمطالب ربما تكون غير مؤهلة تركيا لدفع هذه المطالب الروسية. أشكرك سيادة العقيد أحمد الحمادي محلل عسكري، حدثتنا من اسطنبول. شارك مئات المهجرين من سكان مدينة تل رفعت ومن جوادير جمال الشمال سوريا في تظاهرة للمطالبة بالعودة إلى مدنهم وقراهم، وتأييدا للعملية العسكرية التي ينوي الجيشان الوطني والتركي القيام بها ضد قسد. كما تظاهر المئات بالقرب من مخيم يزيباغ على الحدود السورية التركية مطالبين بالعودة إلى مناطقهم وإخراج قوات قسد، ورفع المتظاهرون شعارات كتب عليها روسيا هي سبب المجازر في سوريا وندعم الجيش التركي والجيش الوطني السوري لتحرير أراضينا. هذا والتقت كاميرا حلب اليوم مع المتظاهرين للوقوف حول مطالبهم. طبعا نحن موجودين هون عم نتظاهر مشان نرجع اراضينا المغتصبه من قبل حزب البي كي كي واليا بي دي، ونحن هون صرنا مهجرين 6-7 سنين بين الخيام بين الزيتون بين الاراضي، وحالتنا يرسى لها. نطالب الجهات المعنيه الجيش الوطني السوري الحر باسترجاع اراضينا المغتصبه من قبل حزب البي كي كي والنظام المجرم. طبعا نحن هون متظاهرين من اجل قرانا المغتصبه، قرانا المغتصبه من حزب البي كي كي الارهابي، ونحن نناشد الجيش الوطني والجيش التركي بإعادة قرانا وفتح معارك على الحزب البي كي كي الإرهابي وعودة أهالينا المهجرين إلى قراهم. نحن أهالي بلدة منغ المغتصبة من قبل عصابات البي كي كي الإرهابية، أتينا إلى هنا لنطالب بتحرير قرانا وبلداتنا من حزب البي كي كي الإرهابي وعصابات الأسد المجرمين. من هنا من تحت أشجار الزيتون من مخيمات الشقاء من مخيمات الزل والهوان، هنا يسكن ويقطن أهالي المناطق المغتصبة تل رفعت من مرعى ناس كفرنايا. نقول للمجتمع الدولي، هنا السكان وهنا أهالي المناطق المغتصبة الحقيقيون، هنا من تحت أشجار الزيتون من مخيمات الشقاء سوف نعود بإذن الله تعالى. طبول الحرب تقرع، سوف نعود إلى مناطقنا محررين، سوف نعود مرفوعي الرؤوس بإذن الله تعالى. طبول الحرب تقرع، عائدونا يا تل رفعت بإذن الله تعالى، والنصر آت وما النصر إلا من عند الله. هزت انفجارات مدينة دمشق ليلة أمس، حيث قال مراسل قناة حلب اليوم إن الانفجارات ناجمة عن قصف إسرائيلي استهدف الفرقتين الأولى والسابعة التابعتين للنظام، ما تسبب بتدمير مستودعات أسلحة فيهما. من جهتها نقلت وكالة سانا التابعة للنظام عن مصدر عسكري قوله إن الهجوم نفذ بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين مستهدفا إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية دون وقوع إصابات بشرية. هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من القوات الإسرائيلية حتى لحظة إعداد الخبر. كشف فريق منظمة منسقو استجابة سوريا عن وجود فجوة بين الاحتياجات والاستجابة في مخيمات شمال غرب سوريا، وأشار الفريق في بيان له إلى انخفاض نسبة الاستجابة الإنسانية في مخيمات النازحين شمال غرب سوريا بسبب الفجوة الكبيرة بين الاحتياجات المطلوبة وعمليات التمويل المتوفرة. هذا ويعيش نحو 1.5 مليون نازح ومهجر ضمن مخيمات الشمال السوري
معظمهم يعاني من أوضاع إنسانية صعبة جراء شح المساعدات الإنسانية المقدمة عبر برنامج الأغذية العالمي. سنوات الحرب والنزوح وما تحمله من ضغوطات واضطرابات أدت إلى تزايد أعداد مرضى الصحة النفسية والحاجة لمراكز وعيادات الدعم النفسي والاجتماعي في ريف إدلب. لم يستطع حسن النازح في مخيمات خربة الجوز غرب إدلب نسيان ذلك الموقف الذي فقد فيه صديقه أمام ناظريه جراء غارة جوية روسية، حادثة تسببت له بصدمة نفسية شديدة استمرت لعدة أشهر، إلا أن رغبته في تلقي العلاج ولجوئه لأحد مراكز الدعم النفسي في المنطقة جعلت صحته تتحسن بشكل تدريجي. يعني ضليت أكثر من 4-5 شهور حالي النفسية عندي كتير سيئة جدا، يعني القلق ويعني إحساس على طول بالخوف جراء هاي الصدمة. لقيت في مركز خربة الجوز طبيب نفسي وراجعته وعطاني أدوية، والحمد لله رب العالمين تقريبا كنت ضليت مداوم على هذا الدواء، والحمد لله رب العالمين هلأ وضعي ممتاز جدا. أكثر من 100 مريض بمعدل شهري يراجع مركز عيادة الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي التابع لمنظمة إحياء الأمل في خربة الجوز بالقرب من الحدود السورية التركية غرب إدلب، كونه المركز الوحيد في المنطقة حيث يتضمن أدوية للمرضى وخدمة العلاج النفسي غير الدوائي بالإضافة لطبيب ومعالج نفسي. نلاحظ انه الاعداد في ازدياد بشكل دائم، بيجينا مراجعين من مناطق بعيدة جدا، طبعا المنطقة بحاجة الى مراكز اكثر، ممكن على مسافة اكثر من 50 كيلومتر يراجعنا مراجع بحاجة ادوية او بحاجة لجلسات دعم نفسي او طبيب نفسي. فمن المهم جدا انه يتم تغطية المنطقة بشكل افضل من ما هو حاليا. قد يكون لمراكز الدعم النفسي في الشمال المحرر أثراً إيجابياً لتخفيف الصدمة والاضطرابات النفسية المزمنة على النازحين والمصابين خلال سنوات الحرب. تقول منظمة الصحة العالمية أنه يعاني 1 من كل 30 شخصاً في سوريا من حالة صحية نفسية خفيفة إلى معتدلة، فيما أشارت إلى وجود 3 أطباء نفسيين فقط يعملون في مناطق شمال غربي سوريا. جمعة الأحمد حلب، اليوم من على الحدود السورية التركية، ريف إدلب الغربي. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل فريق تطوعي يساعد مئات المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في الشمال السوري. نرصد الأخبار ونتابع الأحداث، نضعها على الطاولة ونحللها بعمق، نحاور المسؤولين ونسائلهم، نعمل على كشف ما اعتراه الغموض لنقدمه لكم في ثنايا الخبر. تابعونا في الأوقات التالية. مرحبا بكم الجديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أعلن بشير إسماعيل مدير مكتب التنسيق الطبي في معبر باب الهوى الحدودي عودة العلاج المجاني للمرضى السوريين الوافدين إلى تركيا،
قال مدير مكتب التنسيق في شريط مصور إن استئناف استقبال المرضى جاء بعد سلسلة اجتماعات مع الجانب التركي. توجت هذه الاجتماعات باجتماع يوم الثلاثاء 2/11/2021 تم الاتفاق به على آلية جديدة لدخول المرضى. تم اعتماد الوثيقة الجديدة الصادرة من إدارة الهجرة لعلاج المرضى المحولين من المناطق المحررة إلى المشافي التركية. تم اعتماد آلية العلاج المجاني بشكل كامل لأصحاب هذه الوثيقة ضمن المشافي التركية، وسيتم تفعيل العلاج المجاني خلال وقت قصير جدا بعد أن تقوم وزارة الصحة التركية بتحديث النظام الصحي للمشافي التركية لتتمكن من استقبال هذه الوثيقة. وبناء عليه قام مكتب التنسيق الطبي بإعادة نظام التحويل المعمول به قبل 16/8/2021، وسيتم دخول المرضى ابتداء من يوم الخميس 4/11/2021. ينضم إلينا دكتور يحيى نعمة رئيس دائرة الرعاية الصحية الثانوية والثالثة بمديرية الصحة في إدلب. مرحبا بك دكتور. هل هناك إحصائية لعدد المرضى الذين هم بحاجة عاجلة للعلاج في تركيا لا سيما بعد فترة الانقطاع السابقة؟ حياكم الله، جزاكم الله خيرا على هذه المقابلة. تفضل دكتور. تسمعني؟ تفضل دكتور أسمعك. تمام. الحالات التي تحول إلى تركيا تقسم إلى مستويين، مستوى حالات إسعافية تكون على تحمل بسيارات الإسعاف على وجه السرعة ويتم دخولها بشكل آني بعد التنسيق ما بين المكتب الطبي في معبر باب الهوى والمكتب الطبي في الجانب المقابل من تركيا. هذه الأعداد يوجد حصيلة مسجلة لدى المكتب الطبي في معبر باب الهوى عن كل شهر، وهي مختلفة متواترة الأحداث حسب شدة القصف والإصابات وحسب الجائحات والحالات الإسعافية التي تحتاج تنبيب وتحتاج عمليات غير متوفرة لدينا. الحالات الأخرى هي حالات باردة يتم تنسيقها وفق العدد المتفق عليه ما بين الجانب السوري في معبر باب الهوى والجانب التركي. كانت دائما هناك أعداد محددة يوميا. في الفترة القديمة كانت العدد مفتوح، الإحالات كبيرة جدا. للأسف كلما طال الزمن كلما كان هناك تشديد وتدقيق ورقابة أكثر وتحديد لعدد الأخوة المرضى الذين يسمح بالدخول بهم إلى الجانب التركي حتى تم أرشفتهم. أتوقع آخر عدد أنه مسموح يوميا بحدود 20 حالة الباردة. يتم توزيع هذه الحالات على مدار الشهر. آخر إحصائية وصلت إلى 1500 حالة مؤرشفة باردة بتحتاج الدخول إلى الجانب التركي. من هذه الحالات لدينا مرضى السرطان، مرضى جراحة القلب، ولدينا الحالات الغير متوفر علاجها في شمال سوريا. وبالتالي دكتور أنت تتحدث عن أرشيف لديكم من هذه الحالات، متى ستدخل أول دفعة من المرضى إلى تركيا؟ الجانب التقني يديره المكتب الطبي في معبر باب الهوى، وكما صرح الدكتور بشير أنه غدا إن شاء الله ستتم استعادة الدور لانطلاق دخول المرضى غدا صباحا إن شاء الله. ولكن هل سيتم علاجهم مباشرة أم لا؟ هذا الموضوع متوقف على السيستم التركي. هل تم تفعيل البطاقة الجديدة التي تم اعتمادها من تاريخ 16/8/2021 التي تدعى بالبطاقة العلاجية السياحية التي مدتها شهر للبقاء القانوني في تركيا؟ هل تم تفعيلها على النظام السيستم للعلاج المجاني أم لا؟ أتوقع تحتاج أيام. أشكرك دكتور يحيى نعمة رئيس دائرة الرعاية الصحية الثانوية والثالثة بمديرية الصحة في إدلب. كشف رئيس جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام عبد العزيز معقالي عن فوضى في تسعيرة الأدوية لدى بعض الصيدليات وفي المعاينات لدى بعض الأطباء بحسب صحيفة الوطن الموالية. المعقالي قال إن بعض الصيدليات تقوم بشطب التسعيرة المرفقة بالدواء وبيعها بأسعار أعلى، كما أن بعض الأطباء تصل تسعيرة معاينتهم إلى 25,000 ليرة سورية. وبحسب معقالي فأنهم طلبوا من وزارة الصحة التابعة للنظام بوجود رقابة على الصيادلة
لضبط فوضى الأسعار. تواجه عشرات العائلات النازحة ضمن مخيم عشوائي بريف دير الزور الغربي أوضاعا إنسانية صعبة في ظل انعدام أي خدمات أو بنى تحتية تساعد النازحين في التغلب على صعوبات الحياة. مزقت الحرب أوصال الناس في دير الزور على جانبي الفرات. قبل نحو 4 سنوات هرب معظم سكان قرى جنوبي النهر إلى شماله خوفا من بطش نظام الأسد بعد أن قررت روسيا دعمه في طرد تنظيم الدولة. عشرات العوائل نزلت بمنطقة حوائج بومصعة وأنشأوا مخيما عشوائيا يفتقر لكل الخدمات. صارنا اليوم 4 سنين لا شفنا خبز زين، لا شفنا مية زينة، لا شفنا معينة زينة، يعني قاعدين بهالخيم وهالشوادر. أيوة نهار يجي واحد يسجل، نهار يقول لك بيه معينة، تستنى ما تشوف كل شيء، يعني وبكرة جشتة ولا خيم زينة، ويعني الخبز نهار يعطيك ونهار ما يعطيك وما تكفيك، يجيك خبز محروق مكشم، يعني ما ينشال يا أخي، ولا شفنا معينات لا شفنا شيء، خيمنا دحق شلون يرجل مكشمة، يعني بكرة شتاء المية نهار تجيك زينة ونهار تجيك يعني ثقيلة ما تنشرب المعدة، ومرض وتعب وشغل ما بي، يعني اليوم مثل أنا شاب يا أخي شغل ما بي يا أخي. نقص في كل شيء في هذا المخيم، لا يوجد مدرسة أو مركز صحي أو مياه نظيفة ولا قنوات للصرف الصحي، وفقر وانعدام لفرص العمل وحيرة النازحين وعجزهم عن توفير حياة كريمة، حياة يبدو أنها ستصعب أكثر مع دخول فصل الشتاء. أريد خزانة مي، أريد مواد غذائية، أريد العجائن المرضى أنا دحجلها وحفيانة شسوة مالها، مدرسة مالها، ما في شيء. قال مدير عام جمعية التكافل الخيرية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية الأردنية خالد النواصرة إن استطلاع آراء بعض اللاجئين السوريين في الأردن أظهر تخوفهم من العودة إلى بلادهم، وأوضح النواصرة أن العودة للسوريين محفوفة بالمخاطر وخاصة لفئة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 بسبب الخدمة الإجبارية وإرسالهم إلى مناطق ساخنة وربما الانتقام وتصفية وإلساق التهم بهم حسب قوله. وأضاف أن السوريين لا يجدون علاقة للأمن والأمان بفتح المعبر أو إغلاقه بين الأردن وسوريا، فالقضية داخلية تتعلق بسلوك نظام على حد وصفه. ذكرت وكالة الإحصاء الهولندية الوطنية أن هناك ارتفاعا حادا بعدد طلبات اللجوء خلال الأشهر الأخيرة مع تقدم المزيد من السوريين والأفغان بطلبات اللجوء. وقالت الوكالة إنه خلال أشهر تموز وآب وأيلول سجل أعلى رقم منذ عام 2015 حيث وصلت أعداد طلبات اللجوء إلى 8845 طلبا، واضحة أن السوريين أخذوا أكبر عدد من طلبات اللجوء بمقدار 2250 طلبا. عبد الستار حمو مواطن سوري رافق والدته في رحلة علاجها من إدلب إلى تركيا، فكانت محطة هامة في حياته دفعته للعمل الإنساني بعد عودته. حمو أسس مع أصدقائه فريقا تطوعيا إنساني ساهم في مساعدة مئات المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في الشمال السوري. أنا عبد الستار حمو مدير فريق شهبات تطوعي. طبعا أسباب نشوء الفريق هي حالة إنسانية، والدتي تم الذهاب معي إلى تركيا وتم علاجها بتركيا، وشفت الناس اللي يشتغلوا بالعمل الإنساني شو قيمتهم وشو معنى العمل الإنساني. هذا الشيء ترك أثر عندي قوي جدا، وكانت رحلتي مع أمي رحلة أخلاقية، رحلة تأديب نفس، حسيت بمعنى الإنسانية وحسيت بمعنى شو المساعدة وحسيت بمعنى الناس شو الوقوف لجانبنا نحن كفقراء كمحتاجين كنا هناك. هذا الشيء أثر فيني كتير كتير وخلاني إنشئ الفريق. طبعا مهام الفريق هو تقديم الحالات الإنسانية من كراسي عجزة وحفوضات وحليب ونقص بالأدوية، أحيانا بنقوم بتأمينها أو شرائها عن طريق فاعلين خير. تم تقديم العديد 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 من الحالات الإنسانية في ضمن المخيمات وبكافة المناطق.
طبعا ما إننا نحن دعم ما في على الإطلاق، لا منظمات ولا أبدا. الدعم هو دعم ذاتي من شخصيات من هون، هي بتقوم بدعمنا ومن كوادر الفريق. طبعا كوادر الفريق يقومون بالعلاقات وبتجي الحالات نحن ومنخدمها على الأساس هذا. طبعا فريقنا وكوادره هو عمل تطوعي إنساني، هو تطوعي بحت، ما في إننا داعمين أبدا على الإطلاق إلا سوى علاقات تشبيك من جهات خيرية فردية. طبعا والفريق هو لذو الاحتياجات الخاصة مثل ما قلنا، يشمل المعاقين، والمعاقين نلفت نظرنا لهم لأن المعاقين بيستاهلوا الاهتمام، لأنه هن أكثر الناس إعاقة، ونحن منحس إنه حالنا نحن المعاقين أمامهم. والمعاق عنده قدرة هائلة، أحيانا إذا لو بركت معه بتلاقي عنده قدرة هائلة وعنده إمكانية كبيرة، نحن منريد نستثمرها ونستغل هذه القدرة. ومنوجه نداء لكل المنظمات وكافة المنظمات الدولية للوقوف لجانب المعاقين ولجانب الشمال السوري المحرر. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني ظاهر أسفل الشاشة halabtodaytv.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.